مشاهدينا الكرام، طيب الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من حلقات بانوراما الناس. حلقتنا لهذا اليوم تدور عن الجنوب والقوى الثالثه المكلفه بحمايه الجنوب. سؤالنا: كيف تقيم اداء القوى الثالثه بالجنوب؟ نعود بعد ان نشاهد هذا التقرير. تمركزت القوة الثالثة عند دخولها إلى سبها في أهم المواقع الاستراتيجية الأمنية المعروفة في الجنوب، من قاعدة تمنهنت الجوية والأماكن التابعة لها إلى ما يعرف بالتصنيع الحربي، حتى اتجاه الشمال الغربي حيث منفذ قويرة المال إلى سبها، وأيضا الأماكن المهمة الأخرى داخل مدينة سبها مثل معسكر القلعة وما يعرف بالمنطقة العسكرية المحيطة بها. وهذه هي أهم الأماكن المستهدفة في بداية خطة التأمين التي وضعتها القوة الثالثة. القوة الثالثة بارك الله فيهم أبلت بلاء حسن في تأمين الجنوب والسيطرة على جزء الجنوب. تحتاج القوة الثالثة إلى مزيد من الدعم لكي تسيطر على كل بقية الجنوب، الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية. نتمنى التوفيق ونطلب من رئاسة الكارم القائد الأعلى للجيش الليبي بدعم القوة الثالثة في الجنوب لكي تستكمل عملية تأمين الجنوب بالكامل إن شاء الله. اتجهت القوة الثالثة بعد ذلك لتأمين بعض الأماكن الحيوية بالجنوب، من أهمها القاعدة الجوية ببراك الشاطي والمطار ومركز سبها الطبي، وأصبح البعض يطالبها بتأمين أماكن أخرى مهمة بالجنوب، وقد قامت بالفعل في الفترة الأخيرة بتأمين حقل الشرارة النفطي القريب من أوباري. اتباع النظام الإداري وأساليب الإدارة الحديثة في المنظومات الخاصة بمنتسبي القوة الثالثة ومنظومة إثبات الحضور بطريقة البصمة هي من أهم الأمور التي يمكن بها تقييم عمل القوة الثالثة إداريا، وطريقة التعامل الجيد مع المواطنين في القضايا الأمنية وحتى الاجتماعية جعل الكثير من الناس هنا يلجؤون في أوقات عصيبة إلى القوة الثالثة. القوة الثالثة باعتبارها قوة منظمة وقوة مرتبة جت للجنوب ولقت الجنوب في وضع مزري حقيقة، وفي وضع فيه نوع من التناحر، في كذا، فيه نوع من يعني فقدان الأمن، في وساهمت مساهمة كبيرة حقيقة في 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 رد الصعب الصدع، وساهمت في ضبط الأمن، وسهلت أصبحت الحياة طبيعية في داخل في مناطق الجنوب. كما أن وقوف القوة الثالثة على مسافة واحدة من جميع الأطراف من المكونات والقبائل والجهات كان له دور كبير في الفصل بين منازعات عديدة كانت ربما تحتاج إلى أوقات طويلة كي يتم إنهاؤها في حال لم تكن هذه القوة موجودة بالجنوب. هناك من ينتقد القوة الثالثة ويطالبها بتوفير الأمن واحتياجات المواطن والعمل على التأسيس للأجهزة الأمنية وتحقيق ما جاءت من أجله، إلا أن أزمات البلاد المتواصلة والمفتعلة في أحيان كثيرة وغياب أجهزة الدولة الأمنية والقضائية وحتى التنفيذية بالمدينة زاد العبء على القوة الثالثة. والله القوة الثالثة طبعا هي خصوصية المناطق الجنوبية، يعني ربكت حتى القوة الثالثة يعني ربكتها في انها ما تبيش تدخل في صراعات الداخليه بين بين الاطياف الجنوب المكونات الجنوبيه، ولذلك هي يعني مصره على انها تقعد على مسافه واحده بين جميع الاطراف يعني. ومع هذا يرى الكثير من المواطنين والمسؤولين ان اداء القوة الثالثة في الجنوب وفي تأدية المهمة التي كلفت بها وبصورة عامة كان جيدا مقارنة بالسنتين الماضيتين. محمد البكوش لقناة ليبيا بانوراما سبها. مشاهدينا من جديد نرحب بكم، أهلا وسهلا بمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا على الهاتف السيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها. سيد حامد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبتين بك، حال الصحة. أهلا وسهلا سيد حامد. نتحدث عن تقييم أداء القوة الثالثة بالجنوب، يعني ما رأيك بتواجد القوة الثالثة بالجنوب وما مدى فاعليتها؟ والله القوة الثالثة لما جت في الجنوب كان لها دور كبير، والشعب جميع سكان الجنوب فرحوا بوجود القوة الثالثة، لكني في الأيام الأخيرة القوة الثالثة يعني احنا حتى بنفتح المطار متعصبها
والمفروض هي القوة الثالثة فيها شروط كانت متفق عليها المواطنين بين أعيان سبها والقوة الثالثة على انسحاب اللواء السادس من المعسكرات، وفيه شروط على أساس انسحاب القوة الأخرى اللي في فوق الجبل خارج الحدود الإدارية. لكن تلك فوق يعني لم تنسحب. هاي ما قلت لك، هذه تو بقول لك عليه كيف صار. نعم. على أساس إن سحبوا القوات المسلحة الليبية وخلوا المجموعة الثانية قاعدة فوق والمطار مسكر، وإحنا قاعدين مازال نعاني، المواطن الليبي يعاني، المريض الشايب العجوز والشاب الصغير. نعم. يعني المفروض القوة الثالثة كان لها دور، لازم هي قاعدة على الحدود، وإحنا دول 18 كيلو ما قدرناش نطلعوا من برا. وهذه مسؤولية القوة الثالثة، لأن القوة الثالثة طلعت القوات المسلحة الليبية من المعسكرات والثوار، والمفروض هي رجعت فوق. المفروض يعني أكملت مهمتها يعني. أتمنى من القوة الثالثة أن تطلع وتأمن الجهات هذه. نعم سيد حامد، يعني نريد أن نسألك بغض يعني القوة الثالثة هي ربما أمنت بعض المعسكرات وبعض المنشآت الحيوية، ولكن سبها وسط المدينة، وسط البلد، يعني في اليومين أو ربما بين أمس واليوم 7 حالات حرابة في سرقة السيارات ومقتل 2 من المواطنين. يعني أنتم بهذا الخصوص ما هي الخطة أو ما فعلتم؟ هذه الخطة المفروض الكلام هذا كله أسأل عليه وزير الداخلية ورئيس الأركان، هذول هم المسؤولين عن الحاجات هذه. لا في دعم للقوات المسلحة الليبية، القوات اللي تحت الشرعية وتحت رئاسة الأركان والشرطة. نعم. اللي تحت وزارة الداخلية، هذه مسؤولية المفروض دعم هالناس هذول. ما فيش دعم، ما فيش أي حاجة، كيف يدير باقي الحرابة لما إنسان مسلح والشرطي ما عنده سلاح؟ كيف توقع أن الشرطي يقدر يدير حاجة؟ لكن ربما يكفي هذا الأمر يعني ببداية، يعني أن توضع بوابات من القوى الموجودة في سبها مثلا اللواء السادس ومن القوة الثالثة، يعني حتى توضع بعض البوابات، ربما 3-4 بوابات تؤثر في سبها. يعني الإشكالية هي في وجود السلاح في لدى المواطن، يعني في سيارته. هنا الإشكال، يعني إن كان بقول لك نعم. هذا مش إشكال، إحنا عندنا الإشكال يا رجل في دعم هالقوات، هالثوار اللي مستعدين يمسكوا، وهالقوات المسلحة اللي مستعدة أنها تمسك، والشرطة اللي مستعدة، لكن يدعمهم يا رجل. ما فيش دعم وتقول لي شنو سمعنا واحد ما الثوار، ما الدعم الذي يحتاجه الثوار؟ الدعم كل دعم يستحقوه يا رجل، عندهم مرتبات ما يجت، ما عندهمش مرتبات، ما عندهمش إمكانيات، يعني يبوا دعم. يعني أنت تقدمتم بهذه الطلبات للمسؤولين ولم تقبل أو رفضت؟ بنفسي، وخشيت على رئاسة الوزراء، وخشيت على وزير، ما فيش وزير ما خشيت عليه علشان هالمواضيع هذين. ما كانت ردودهم سيد حامد؟ شو ردوا عليك يا سيد حامد؟ ما ردوا شيء، ما فيش أي شيء، ما فيش أي استجابة لأي حاجة. ويقول لك يعني نحن الهجرة غير الشرعية بروحها خربت البلاد يا رجل. عندنا الهجرة غير الشرعية مخربة البلاد من أولها لأخرها. احنا عندنا حدودنا الإدارية مفتوحة يا رجل، من أفريقيا كلها مفتوحة، يخشوا علينا يوميا الآلاف. نعم. اليوم في سبا في 1,000,000 واحد يمكن توقعها. طيب من وين جايين هذول؟ هذول كلهم أصلوا على سطح الحدود، وما فيش دعم للحدود الليبية. عندنا احنا يا رجل جيش وطني، جيش تحت رئاسة الأركان يقدر يدعم، ياخذ في مرتبات، احنا نعطوه مرتبات ويمسك لحدودنا ويمسك عجبنا، لكن ما فيش دعم له. أدعم وشوف. نعم. كيف توا الحدود كيف تسكر. نعم، يعني أنا الحقيقة موضوعي هو عن داخل البلد، يعني ماذا عن الاعتصام الذي الآن ربما تجاوز أكثر من شهر، المواطنين لم يتمكنوا من أخذ مرتباتهم، يعني ماذا فعلتم بهذا الخصوص؟ يعني لا تحاورتم معهم، لا منعتوهم؟ لا والله احنا جينا هنا لطرابلس، وانا قاعد تولي 22 يوم بخصوص هالموضوع هذا، وفي مواضيع ثانيه بخصوص ما عيان ومؤسسات مجتمع مدني وعمايا من الثوار، وجينا هنا على اساس نحل هالمشكله هذه، هالمعضله هذه. الناس عندها مرتبات، عندها عيال ما لقيتش مرتباتها، اليوم اللي فيه لا سنه، وفي اللي لا سنه ونص، وفي اللي لا ستة كم شهر، وما فيش استجابة إلا في الأخير يا رجل. عند المفروض لما يصير حاجة كيف هذه، رئيس الأركان أصلا يركب ويمشي يجي لسبها، المفروض جماعتنا متاع المؤتمر الوطني هم يمثلوا الجنوب، المفروض اليوم كانوا غادي يحلوا هالمشاكل هذه. فين المشاكل؟ قاعد هنا راقب لي في طرابلس. نعم
نعم، لكن أريد أن أسألك أيضا قبل أن ننهي معك سيد الخيالي، ما ذنب المواطن أن يتعرض سكنه للخطر، أن تتعرض سيارته ورزقه وماله وحياته أن تتعرض للخطر؟ يعني ما ذنب المواطن إن كان لا إن كان يعني ما سميتهم الجهات المسؤولة أو الأمنية ليس لها دعم؟ يعني هل يموت المواطن؟ احنا والله يا اخوي نستنجر في المستحيل، تو انا قاعد هنا نجري على اساس المواطن، احنا لما يتريح المواطن تريح التحني، انا نجري ليل نهار، والله الساعه 11 في الليل بنروح للبيت، نجري على اساس لراحه المواطن، نطلبوا كيف نريح المواطن، لكني لما ما في دعم ما فيش امكانيه، البلديه ما عندهاش امكانيه رجل باش تدير اي حاجه المواطن، المواطن مطلوب انه يا رجل المواطن في بيته موجود. لكن الان نعم الآن الميزانية ربما اعتمدت، يعني لكم فيها نصيب، وماذا ستفعلون إن أتتكم الأموال؟ والله لو أتت الأموال إحنا إن شاء الله أول شيء بنأمن البلاد، تأمين البلاد أول نعم. شيء، وبعدها دعم إن شاء الله المشاريع إن شاء الله للشباب ولل يعني عندنا مشاريع يعني إن شاء الله في دراسة إن شاء الله نعم أرجو أن يكون الأمن هو في صدارة مشاريعكم سيد حامد الخيالي. لازم من التأمين للبلاد وعمل نعم. بوابات والاستعداد لأي خطر إن شاء الله نكون مستعدين له بعون الله. شكرا سيد حامد الخيالي عميد بلدية سبها، شكرا جزيلا لك. معنا أنور من طرابلس. سيد أنور مساء الخير. سيد محمد مساء الورد. سيد أنور أهلا وسهلا بك، كيف حالك سيدنا العزيز؟ الله يسلمك ويبارك فيك. أنا شفت اللقاء والحوار مع عميد بلدية سبها تو حاليا نعم. سيد نعم. حامد يعني 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 شيء يؤسف والله، والله شيء يؤسف. يعني حتى في الحلقات السابقه يا رئيس محمد خلينا نكون منطقيين، حتى الشارع الليبي يسمعنا يا ناس، يا عالم، يا مؤتمر، يا برلمان، يا ناس سياسيين، يا مخابرات، يا اجهزه امنيه، في لب اسرائيلي يلعب في ذاك البلد، انتم عميد بلديه تو يحكي بالتفاصيل وكل شيء ويحط جميع النقاط على الحروف، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية قال لك الدعم، دي معقولة 4 سنوات بعد الثورة؟ يعني وين المليارات وين الفلوس وين معقولة؟ يعني جريمة بشعة والله في مدينة سبعة بالذات، يعني هذه جريمة أكبر مناطق في ليبيا دي سبعة، دي بنغازي، دي طرابلس، دي معقولة؟ إيش الفوضى هذه يا ناس يا عالم؟ أنا أقول عليكم حرفيا، انتبه نقولكم على رقبي، نقولكم على رقبي كالآتي، ما تقدرش تشتغل في الوطن أكبر من الوطن يا راجل، خلي الناس تشتغل. السلام عليكم. نعم شكرا أنور من طرابلس، شكرا جزيلا لك. معنا إدريس من خمس. إدريس السلام عليكم. أهلا أستاذ محمد. وعليكم السلام سيد إدريس، أهلا وسهلا بك. تحية ليك ومشاهدين قناة بنو رمز. أهلا وسهلا بك، حياك الله. تفضل. ما عليه قوة ثالثة في الجنوب يا أستاذ محمد. نعم القوة ثالثة في الجنوب، في يوم اللي جت الجنوب وأمنت الجنوب كان الموقف يعني من جميع ليبيا، طبعا توال من جميع ليبيا مشوا الجنوب، طبعا خشوا الجنوب بفضل توار الجنوب، هم اللي لينا كانت البلاد كانت تريح منا في تمن هند، وحودوا وخطرت اول اللي كان فيه قال لك الجيش ياخذ فلوس الجيش السكنات هذينا، الجيش استاذي راهو ممكن ما نقولش نقول الشرفاء 10% ولا 20% هذوما اللي قرفهم عليه ثوره 17 فبراير، والباقي قاعدين قلب المقالب النظام الاولي، فالتوار لما طلعوا هذوما حموا سبها في تمن هند بفضل توار، والله العظيم عشت الاحداث ثوار في الثانويه يقولوا ما تخلوش يخشوا علينا والجو في سفها ما لكمش داعي فيهم، الله غالب هذه حد امكانياتهم، ثوار سفها يشتغلوا بدون امكانيات، والله الرجل اللي مات هذا في الشرطي اللي مات هذا راجل ساير يشتغل بقلب ورب، لكن تجيب لي شرطه وتجيب لي جيش تاع القذافي يبيعوا سفها ومش يخلوك 18 كيلو من سفها، يخلوك مني في حدود السودان مني، فلذلك والله ما قصروا، لكن شنو تو حلوا مشاكل مع ابراك الشاطي وامور كويسه في ابراك الشاطي، كانت يعني المعضله اللي في سبها اخطر حتى من انه اللي هي ابراك الشاطي، وتو حلوا المشاكل وحده وحده، وان شاء الله تو سبها بفضل ثوارها حتنحل المشكله وحده وحده، لكن احنا ما نبوش امكانيات، كلنا ندو امكانيات فلوس، اللي ما عندهاش قالب على البلاد والله يخدموا، والله تو سبها يخدموا بلا فلوس، الناس باعت دمها بلا فلوس، مش كل شيء امكانيات، جيب لي امكانيات، جيب لي فلوس، جيب لي فلوس. هذا الله غالب، هذا الوطن يبي ناس توا، يا تبي فلوس يا تبي ترقد في حوشك، ما عاد ترقد في حوشك فكنا الله منك، تبي تشتغل بلاد سواء عميد بلديه سواء رجل حر تشتغل لحالك، انت معرض للخطر في كل شيء، في فضل
فضل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يحمي جبهة ويحمي جنوب. وثوار القوة الثالثة والله ما قصروا من الاجتماع، من المشايخ اللي يحلوا في مشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وثوار سبها حاميها بفضل ربي، وإن شاء الله بالأمر. وطبعا لنا مساحات واجدة والمناطق متباعدة. نعم نعم خويا، ونتمنى أن مطار سبها عيطنا عليه واجد والله، نتمنى يفتح من بكرة قسما بالله العلي العظيم، وتمنى الحاجة هذه لكن بإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله. ربي يحفظ شبهة وعلى وتوار القوة الثالثة وتوار ليبيا كلهم بفضل الله. نعم شكرا إدريس من الخمس، شكرا جزيلا لك. أسعد من طرابلس، أهلا أسعد. طيب أستاذ الله يبارك. يا أهلا، مساء الورد. والله والحاجة الكلام اللي قال الأستاذ أنور هذا مضبوط 100%، لأن أيده ويأيدوه كل الليبيين أظن، لأن ما فيه صح من قلب على البلاد. والله لما تجي تشوف احنا القوة الثالثة هي عندها عمل معين بس تقوم به، وبارك الله فيها والله مكفية وزيادة، لكن بس تحط على أعباء ثانية زي ما كل مرة تديروا حتى انتم في برامج مثلا على سواء على حرس الحدود، على اللي يكافحوا في الهجرة وغيرهم. بالله يتكلم واحد يقول لك ما تقول لك ما عندنا سيارة واحدة، عندهم قدامهم شادين قريب 400-500 ويقول لك والله بسيارتنا ومجهودنا الذاتي. ولما تشوف أي حاجة ثانية في البلدية في أي شيء، قصدي فعلا الكلام مظبوط ومعناه. وانا شفت مره في لقاء في اعضاء المؤتمر، وشفت والله لقاء سخون وحماس، فقلت ان شاء الله خير، ظل اكيد حاجه مهمه للبلاد. فلقيت والله واحده من المؤتمر تتكلم مع زميلها يتعاركوا على شنو يا استاذ، يتعاركوا والله ان كامل جيت وما قلت لي صباح الخير في الممر. يعني معقول احنا حاطين ناس باش يخدمونا الوطن يتعاركون على خاطر انت قلت لي صباح الخير زي ما قال هذاك في الفيلم ولا المسرحيه، هم يحبوا صباح الخير صباح النور. فلا لا لا نبوا ناس فعلا تخدم البلاد، وتكون احنا والله نسينا رواتبنا ونسينا معاشاتنا، والله ما عاد نخمم حتى على انفسنا على بلادنا. نبوا ناس تخدم البلاد وديما نقدروا فيهم ونقولوا معلش السنه الاولى البلاد في ضغط، السنه الثانيه لكن باين عليها ان يفوت 42 سنه والبلاد بتقعد في ضغط بالطريقه هذه. بارك الله فيك. نعم شكرا اسعد من طرابلس، شكرا جزيلا لك. الحقيقه نتحدث عن تقييم القوه الثالثه، ما هو أداء تقييمك أو لأداء القوة الثالثة في الجنوب؟ الحقيقة الكثير يتحدث بأن القوة الثالثة يعني قائمة بواجبها، لكن هناك بعض المواطنين الحقيقة يعني لا يهمهم من الحقيقة من هو المسؤول، هم يبحثون عن الأمن، إما أن تكون القوة الثالثة، إما تكون الشرطة، إما تكون المباحث، إما أن يكون الجيش، أيا كان. ولكن الحقيقة الوضع في سبها أو في الجنوب بصفة عامة، ناهيك عن الحروب في منطقة أوباري التي نأسف لها كثيرا، ولكن أيضا في مدينة سبها هناك خروقات أمنية كثيرة، يعني لا أحد يستطيع ينكرها الآن. في غضون يومين يعني تم حرابة 5 سيارات وقتل شخصين، يعني من المسؤول عن هذا، ومن المسؤول أو المناط به حماية هؤلاء؟ يعني الحقيقة في بداية الأمر كانت هناك توار وكان هناك كتائب تقوم بحماية لاسيما مدينة سبها، يعني كان هناك الكثير من الأمن. ليس الآن هناك من يقول أن هذه الأمور ربما هي مدبرة، يعني من يدفع إليها له أجندة ما. أنور من طرابلس، السيد أنور. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، شلون حالك؟ أهلا وسهلا بك سيد أنور، تفضل. الأمور الله يبارك فيك. والله يا استاذ محمد كان بالثوار الموجودين في الجنوب هذا، وانا نقول والله تبارك الرحمن عليهم، يعني قايمين بالواجب ما شاء الله ان شاء الله. نعم لكن انا بنقول حاجه اليوم والله صادفتني، كنت مكان قاعد في مكان يعني اداري حكومي. نعم. واحد من الجنوب، معلش انا ممكن نطلع برا من الحلقه شويه بس. لا هو لا نريد الخروج من الموضوع. لا 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 مش الموضوع، يعني موضوع مهم هو. نعم. شن الثوار وشن الشخص هذا اللي يتقاضى في مرتب 130 مرتب طلعهم لليوم قدامي، والله العظيم اللي قدامي الرقم الوطني طلع الشخص هذا ياخذ في 130 مرتب من الجنوب. نعم. يعني شوف الشخص هذا شنو مهمه، وشوف الثوار مساكين شنو يهمهم في البلد. يعني تخيل يعني المفارقات عموما. شكرا سيد أنور، شكرا جزيلا، يعني وصلت الفكرة. يعني هؤلاء هم مجرمون أيضا،
يعني من يقومون بهذا وسرقة الحقيقة سرقة أموال أو قوت الليبيين. عموما معنا مفتاح من بنغازي. سيد مفتاح، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته سيد مفتاح. مرحبا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. عمرك طيب إن شاء الله. إلى أول إن شاء الله الجنوب يتهنى. آمين يا رب. لكن أنا في رأينا يعني ومن خلال متابعتنا للأصدقائنا في الجنوب، أما جماعة الدروع اللي غادي في سفها يا أما أمن الحدود يا أما يعملوا مناطقهم، لأن أهل مكة أدرى بشعابها سبع حياة من أرواحهم، أنا متأكد منها. زي ما عندنا في المنطقة الشرقية، تعرف لو دخلت قوات الشروق منطقة الشرقية والله ما تعمر المنطقة الشرقية. اللي هذا خلينا في الجنوب، خلينا في الجنوب. أيوه في الجنوب. يعني أنت لي رأيك اللي ينطبق على الجنوب ينطبق على الشرق ينطبق على الغرب. اللي لو كان الحادي في منطقته والله نحن اللي بين كأن يعني صعب التعامل معنا، لكن في بعضنا نتعامل ونحن جيران وأصدقاء ولين تعامل في منطقتي أنا متأكد إن نأمنها منها ونحرص عليها لكن مش ليه عم برا ما تخبر منه شيء، خاصة لما يقول لي أنا سائر رأي خلاص يا تصور أنت يوم 20 يوم مت المقدور أنت تصور عندنا. يعني لو يعني أنت ترى أن كل أهل مدينة يجب أن يؤمنوا هم مدائنهم مدينتهم. يأمنوا مدينتهم. لكن ها هم يعني تكلمنا مع عميد بلدية سبها يقول أن ليس هناك دعم، يعني ما رأيك في قضية الدعم أنت؟ أنا أقول لك حاجة، لأول مرة حكومة الإنقاذ تكون صايدة لما توقف الدعم على الصورة الأول، ذروا يرد المناطقهم وخلي نفس المدينة سبها فيها شباب وفيها رجال أمنوها، فيها قدرات والله أمنوها أنا متأكد منها. نعم إن شاء الله. شكرا سيد محمد. شكرا شكرا سيد مفتاح بارك الله فيك. أحمد من هون. أحمد أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام. السلام ورحمة الله. تفضل أخوي أحمد. شكرا أستاذ محمد. طبعا اليوم أكيد موضوع مهم جدا، نشكرك على هذا الموضوع. أستاذ محمد، مشكلة الجنوب مشاكل متعددة ومتشعبة، يجب أن نكون واقعيين. التركيبة السكانية للجنوب، خلينا واقعيين، من الثمانينات من القرن الماضي التركيبة السكانية الآن أنا نأكد لك تقريبا 70% أو 60% من أهل السكان منطقة سبها تحديدا يعتبروا مجنسون وليسوا عائدون، وهذا هو منطلق الجريمة المنظمة الآن التي نشاهدها، سواء كان في التهريب مهجرين أو تجارة المخدرات أو الجريمة. فيجب نظر تشخيص المشكلة لكي نصل إلى حل. عندما نشخص المشكلة بالتأكيد سنصل حل. فأعتقد هذا السبب رئيسي في هذه المشكلة. يجب أن ننظر هذه النظرة ثم نصل إلى حلول. هذه مشكلة رئيسية. يجب العودة إلى الرقم الوطني والتحقيق من المقيمين حيث الجنسية. عندما أول حل أعتقد مشاكل الجنوب هي محاربة المقيمين غير شرعيين من الثمانينات إلى حد هذه الساعة. فنصل إلى حلول جذرية للجنوب، غير ذلك سيكون عبث في الأرواح وعبث في المال وعبث في الجهد. وشكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا أحمد من هون، شكرا جزيلا لك. لازلنا نتحدث عن تقييم أداء القوة الثالثة في الجنوب، لأن الحقيقة أن الناس يعني متذمرة في مدينة سبها من هذه الحالات، حالات القتل وحالات الاختطاف. يعني الحقيقة المواطن لا يكاد يأمن لا على نفسه ولا على أبنائه ولا على ماله ولا على بيته. يعني هذا الشرطي الذي اغتيل اليوم وجد مقتولا في شقته، يعني للأسف أنه مطعون كم بسكين وسرقت سيارته. معنا من؟ إبراهيم مصراتة. أهلا سيد إبراهيم. أنا في حاجة بالنبع يعني بغض النظر على التأمين وجغرافية. لو تلاحظ أنت المرتزقة أثناء تحرير المطار لما يسألوا في المطار يقول لي جينا خشينا عن طريق منافذ كذا وبعدين طلعنا وثائق للسفر وإقامة وورقة مكتيب العائلة بس ما فيه منطقة من الجنوب. معناها هي مشكلة، مش مشكلة في التأمين الجغرافي وكذا، التأمين بات لما جيت 5000 مرتزق 5000 مرتزق متحصلين على وثائق في الجنوب. معناها هذه مشكلة قديمة، تجار الوطن قديمة، تجار الحروب فيها هم اللي يفرض شنو عليهم حرب.
نعم. ولكن يعني نتحدث عن التأمين، كيفية إمكانية تأمين الجنوب، وما مدى تقييم ما مدى أداء القوة الثالثة في الجنوب. أنت لو نبدأش عن التأمين الوثائقي هذا الجنوبي حتى الإقليمية كيف جميلة وهو مرتزق يحارب فيك في إيطاليا، داروا معه لقاء في التلفزيون يقول لك خلي تحصلنا على وثائق من 200 جنيه يمكن يجرب مجانا جواز سفر وكتير عائلة وعائلة حتى هو سبب في تدفق المشكلة. في ثانية للتقييم، أنا نرى تقييم قوة الثالثة من تقييم الحكومة، نرى أن الحكومة هو الثاني ليبيا تسعى بخطوات دولة يسعى لإنشاء صنف. نعم صوتك غير واضح، يا فيه تقطيع في الصوت. شكرا جزيلا أخوي إبراهيم مصراتة. فاصل ونواصل لمعرفة المزيد عن القوى الثالثة. لا نخجل يا سيدي حتى أن نستعين بالشيطان، حتى لو كان الموقد شيطانا في هذه الحالة. جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معك. أراه ما زلنا مبدينا في الكفر، سنتحالف حتى مع الشيطان للحصول على سيما. فمستعدين للتحالف مع الشيطان، في حال حتى مع الشيطان في ذلك الوقت. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا إلى فقرة ردودكم عبر صفحة البرنامج. يقول راف أو رافا: حياهم الله، فهم الجيش الحقيقي الليبي الذي يقوم بمواجهة أو بواجبه تجاه وطنه، نأمل دعم هذه القوى المباركة. تقول منى: ممتاز وممتازة، يعني تقييمها للقوى الثالثة أنها ممتازة، والدعاء لهم بالنجاح. أبو معاذ مسلاتي يقول: أداء جاد وفعال، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم من طرف الحكومة والمؤتمر. عمر فتح الله يقول: إنهم نواة لجيش قوي حقيقي، وأي منصف لا يمكنه إنكار هذا. علي حمد يقول: حي الله حيكم وربي يحفظكم، ولكن أتمنى من أهل الجنوب الوقوف بجانب هذه القوات لكي تؤدي مهامها على أكمل وجه. محمد يقول: أداء جيد جدا مع تقصير من الشعب تجاه القوة الثالثة. زخة مطر تقول: ربي معهم. محمد علي يقول: ليبيين هبوا لحماية الوطن من المرتزقة، يحتاجون دعم الحكومة. رشيد يقول: القوة الثالثة حياكم الله. صالح علي يقول: الله يبارك فيهم، والمفروض يتم تشكيل الجيش على نمط القوة الثالثة، والقوة الثالثة هي نواة الجيش الليبي، والمفروض أن تلغى كلمة كتائب وينقسم الجيش إلى مجموعات، إلى مجموعة قوات. القوة الأولى لحماية العاصمة، والثانية لحماية الشرق، وحماية الغرب، ولحماية الجنوب، والخامسة لحماية جبل نفوسة، وهكذا. يجب أن تكون كل قوة من سرايا وألوية، وأقل قوة يكون قوامها 10,000 عسكري. سو أبد تقريبا يقول: ربي يصلح حال العباد والبلاد. سعيد يقول: أين تأمين بلا نفاق زايد؟ مستشفى مستباح، مصرف ليبيا المركزي مغلق، مطار مغلق، نهب وسطه مسلح، مش عارف تأمين شنو، كذب ونفاق وتزلف للمساريد. مشكلة ما في دعم من الحكومة، والجنوب محتاج إلى حماية كبيرة. ربي يحفظ حماة الوطن، وإن شاء الله بالتوفيق ومزيدا من التميز والتقدم. كانت هذه كل الحقيقة التعليقات التي
أتتنا على صفحة البرنامج. بعد هذا نخرج ونشاهد هذا الاستطلاع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحيي المجهودات المبذولة من قبل القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب، وهي قد بذلت مجهودات جبارة في الحماية، وكان آخر شيء هو منطقة الشاطئ في ما حصل في براك الشاطئ، وقد أمنت المنطقة. ولكن القوة الثالثة تحتاج إلى دعم من الأهالي في منطقة الجنوب بالكامل. لا يتم الأمن حتى وإن كانت في شرطة وجيش، لازم يكون في تعاون من الأهالي في حماية المدينة ومؤسساتها. ونطلب أنا من القوة الثالثة حماية مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا والمصارف والمستشفيات وكذا، وبذل المجهود منها. ونطلب من رئاسة الأركان دعم القوة الثالثة لكي تغطي حمايتها منطقة الجنوب بالكامل إلى الحدود الجنوبية من ليبيا. أما نسبة التقييم، ما شاء الله ما شاء الله، أنا عندي 80% من نسبة الأمن اللي قامت به القوة الثالثة. وهذا عندي أنا قاعد في سبها تقريبا من جات القوة الثالثة، كنت في سبها إلى يوم هذا. بالنسبة القوة الثالثة عندي فيها 80%. القوة الثالثة في منطقة جنوبية طبعا أعطوها الأداء متاحة نسبة حوالي 70-60%، ونطلب الله إن شاء الله يوفقها في هداها في المنطقة هذه. قواتها أعطيها أنا في الجنوب نسبة 95%. بالنسبة لتقييم أداء القوة الثالثة في الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص، يعتبر يعني بصدق يعني واصل لدرجة أقل شيء يعني 90%. النسبة المتبقية المتمثلة في 10% هي يجب أن تقع عبء متاحة على ثوار مدينة سبها. تقييمي نسبة أعمال الجنوب حتى هذه اللحظة 60%. وبيني وبين ربي ما نمثل حد، وبيني وبين ربي باسم إبراهيم عبد الله داود نشهد على الله 80% بالقوة الثالثة. كان ما هو قوة الثالثة العالم تشبه اللي صار في الجنوب. مشاهدين أهلا بكم من جديد. شاهدنا هذا التقرير، هذا الاستطلاع عفوا، أيضا شاهدنا ردود على يعني كادت النسب التي تعطى للقوة الثالثة أو تقييم هذا الاستطلاع البسيط من 60 و70 و75 و80، وهناك من وصل إلى 95% لأداء القوة الثالثة. معنا بهذا الشأن السيد محمد قليوان. أهلا وسهلا بك سيد محمد. أهلا سيد محمد، أهلا وسهلا بك. أخبارك؟ الله يسلمك. الله يبارك لي. نعم سيد محمد قليوان المتحدث باسم القوة الثالثة، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخوي محمد. يعني لاحظت ربما شاهدت معنا هذا الاستطلاع وهذه النسبة التي أعطيت لتقييم القوة الثالثة، يعني من 60 إلى يعني وصلت حتى إلى 95% لدى، لكن المتوسط أن يكون 80% تقريبا. أولا أنا أشكر كل من ساهم في هذا البرنامج ومن أبدأ برأيه إن كان سلبي أو إيجابي، ولكن لازلنا نتحدث على تطوير الدولة في منطقة الجنوب. ربما عندما تتحدث على الجرائم هي جرائم شخصية وفردية، والسبب هو البطالة الموجودة في الجنوب وعدم وجود مصادر للشغل، وهذه كلها تؤثر على القوة الثالثة وتؤثر كثيرا حتى على عمل ثوار الجنوب بالكامل. وأيضا نشكر ثوار الجنوب بالكامل لأنهم مساهمتها مع القوة الثالثة هو نجاح القوة الثالثة ونجاح مدينة سبا ونجاح ليبيا كاملة. نعم سيد قليوان، يعني أريد أن أسأل، يعني ما دام هناك اندماج أو اتفاق بينكم وبين ثوار مدينة سبها، لماذا لم توضع يعني بعض البوابات في بعض المناطق، يعني ربما حتى التفتيش عن منع السلاح، عن منع حمل السلاح في السيارات، ربما تقل الجرائم؟ أولا حاولنا كثيرا أن نمنع السلاح داخل مدينة سبها، ولكن أنت تعرف ان سبها تعاني من مشكله الخاصه هذه وهي القبليه، وكانت اشكاليه. انا استطيع ان امنع
رجل متحمل سلاحي لأنني لا أستطيع أن أدافع عنها حتى يصل بيته. إذا عندما يمر بالموع أو يدخل المستشفى وما عند خروجه يتم صيادة وضربة، يعني هذه قصة يعاني منها الجنوب. تأخذ مشاكل في الجنوب كبيرة، ولكن مشاكل شخصية وحتى بعض من القضايا تعاني منها. وأعتقد أننا يجب أن نقدم الشكر لأولاد سمان الذين ندعو رفع الغطاء الاجتماعي. نعم، الغطاء الاجتماعي على المجرمين. وهذه لو بادروا كل أهل الجنوب هذه الطريقة أصبحت الجنوب آمنة، لأن الذي يقتل هو يسترد على قبيلته ويسترد على أصدقاء وعلى أصحابه. وهذه تعرف أن قوة هذا لا تستطيع أن تؤمن الشخص إلى بيته، لأن تريد حوالي 50,000 جندي حتى تؤمن كل الشوارع في سبيل. نعم، ولكن سيد محمد دعني أقول لك، في الفترة أو في بداية دخول القوة الثالثة إلى مدينة سبها تمكنت من التأمين، يعني تمكنت إلى نسبة كبيرة، يعني إلى 95% من تأمين المدينة. لم يكن هناك قتل، لم يكن هناك خطف، لم يكن هناك حرابة. يعني ماذا حدث الآن؟ السبب عندما دخلنا إلى سبها كنا نعاني من مشكلة أزلام مع تور. الآن أصبحت ربما اختفت قليلا قضية الأزلام، حتى لو كان في أزلام هما في بيوتهم أو يحاولوا أن يزرعوا الفتنة داخل المدينة. ولكن المشكلة التي نعانيها الآن هي عدم توفر المادة. يعني عندما تقول لي المطر في المركز الآن مقبل لسبب تستطيع الحكومة أن تحله، أنا لا أعرف لماذا الحكومة عندما تحالف الرقم الوطني لماذا لم تفكر في. أنا أرى أن الجيش يجب أن يكون لديه رقم عسكري وليس رقم وطني، وربما يتم ظهر قرار الذي لا يملك الرقم الوطني لأنه لا يحق لأنه ينتخب، لا يحق لأنه يشتغل في وظيفة إدارية، ولكن يحق لأنه يشتغل عسكري. كل دول العالم لديها جيش ليس من نفس البلاد. إذا يجب أن نحل بدل الرقم الوطني أن نحل بالرقم العسكري. ونحن المشكلة المصرف الآن مقفل بسبب الرقم الوطني. سبها تعاني، الذي لا يستطيع أن يجد مال لأطفاله. أنا أقدر أنه يكتب وينهب ويعتدي ويسقط. أيضا من ذلك القوة الثالثة لوحدها لن تستطيع، ولا تور سبها يستطيع تأمين سبها دون دعم من الحكومة. يزيد، نعم، ولكن يعني أنتم على وفاق أو مدعومين ربما من التوار، والآن يعني نسبة كثيرة من سكان مدينة سبها يشيدون بأعمالكم. يعني أنتم مقبولون في الوسط الاجتماعي في مدينة سبها لدى كافة القبائل ولدى كافة الناس، لأننا أصدقاء للجميع. نحن أصدقاء لكل من يريد سبها التطور ويريد الأمل لسبها. بس المشكلة عندما يأتي سيد جمال التريكي أمر قوة ثالثة بضم مجموعة من أي كتيبة من سبها يصادف مشكلة بسيطة جدا. كيف سيتم دفع الأموال لهم، مرتبات، مكافآت؟ إذن نحن لدينا سقف معين للقبول دوار الجنوب. إذا فتحت الدولة مسار للقوة الثالثة وأعطتها كل الصلاحيات، أنا متأكد أن لن تجد في سبها أي كتيبة للقوات، كلها مع القوة الثالثة. هذه إشكالية. نحن نقبل من في بعض الأوقات من أولاد السمان 150 شخص، ربما هم يملكون حوالي 7,000 سائر أولاد السمان، يعني 150، والباقي من يدفع لهم الأجر؟ هم الآن يدفعون على سبها بدون أي مبلغ، لم يدفع لهم أي درهم واحد. إذا أرادوا أن ينضموا للقوة الثالثة هم يكونون الجيش طول كامل. أيضا الحفاولة، يعني كل أضياف سبها إذا أراد الثوار أن ينضموا للقوة الثالثة، لكن من يدفع لهم؟ يدفع لهم؟ هذا لون الدولة بصراحة. وأيضا أنا بقول على ملاحظة، نحن نعاني مشكلة في الطريق السلحي لهذا. نحن نعاني في قصة التهريب وقصة الهجرة، أمور كثيرة. يعني لا توجد أجهزة في سبها تشتغل، لا شرطة ولا جمارك ولا أي شيء. أقل حاجة عضو الاقتصاد، أنا لما أرى عضو الاقتصاد يأتي إلى عمل في سبها، لأن عضو الاقتصاد هو الذي يراقب الوقود كيف تدخل إلى المحطات كيف تخرج. نحن نعاني. وأيضا المجلس البلدي في الجنوب عادة دائما يطالب بالدعم. دعم ما يقصد فيه، يقصد فيه أنه يجب على هؤلاء أن يعودوا إلى أعمالهم. نعم. وحاولت القوة الثالثة أن تخرج في دوريات داخلية ومعها بعض ثوار من سبها، وأردنا من الشرطة يندمجوا معنا، ولكن فترة بسيطة ثم اختفوا. نعم، سيد قليوان. نعم. سيد قليوان، يعني هل هناك خطط
يعني مستقبلية لإمكانية حل هذه الأزمات التي تمر بها المدينة. الحقيقة الناس يعني في اضطراب شديد، ربما هذا يزيد من تفاقم المشاكل لا يحلها يعني إطالة الأمد. لو أعطيك مثال، أنا عندما أنا خارج مقر القوة الثالثة، المدينة السبها الآن تعم بالسيارات أكثر حتى من مدينة طرابلس والمسرات، يعني معنى الازدحام بالسيارات، يعني توفر للوقوف موجود. ولكن الخطة التي تقوم بها القوة الثالثة بالتعاون مع مجلس البلد ديوان الوزارة بأنها ستؤمن سيارات وقود في الشوارع في شهر رمضان لتأمين الوقود للمواطنين. ونحن نريد أهل الجنوب أن يقوم بتحذير حتى بالإبلاغ على من يرتكب الجرائم، على من يقتل. هذه لابد من مساعدة الناس، لأن عندما يخرج شاب من أي حي في سبا ويقتل يهرب، لا تستطيع القوة الثالثة أن تخرجه من بيته لأنها لا تعرفه من هو. نعم صحيح. عموما سيد محمد الجليوان المتحدث باسم القوة الثالثة في المكلفة بتأمين الجنوب، شكرا جزيلا لك. يعني معنا محمد، معنا فتحي من طرابلس. سيد فتحي، السلام عليكم. استاذ محمد، سلام، ناسف على التأخير سيد فتحي. لا ما فيش مشكلة. نعم تفضل. نحييكم ونحيي قناة بانوراما. حياك الله. يعني والله الفترة اللي فاتت ما عادش نحصلوا فيكم صعب الاتصال. على اي حال نعم استاذ محمد، انا قبل ما نعقب على موضوع القوة الثالثة لحماية منطقة الجنوب، معلش لو سمحت لي اعطيني هيك مساحة بسيطة هيك لموضوع مهم يتعلق بالفساد المالي والإداري اللي احنا ثورة 17 فبراير قامت من أجل. نعم حاول بإيجاز، يعني الحقيقة هي مرفوض قضية خروج عن الموضوع، لكن حاول بإيجاز ربما نظرا لأهمية الموضوع. والله حتى هذا هو نعتبر فيه يعني أستاذ محمد موضوع مهم جدا جدا، لأن شفناها بعد قرار الميزانية. إحنا نتمنى من قناة بانوراما أن هي تفتح مواضيع لموضوع الفساد المالي والإدارة والفساد المالي والإدارة وأداء الحكومة، نتمنى من حين لآخر وتطيل في المساحة الوقت حتى الناس تكتشف مصادر الداء والخطأ وتعالجها. على أي حال الموضوع يتعلق بالميزانية اللي صدرت الآن. نحن الآن دائما في الساحات وداعمين ل 17 فبراير ونكافحوا الفساد ونقلصوا. مصرف ليبيا المركزي يعاني وعندنا أزمة اقتصادية. والميزانية سيد فتحي لدي عوض من على الهاتف، حاول أن توجز معلش. الميزانية أستاذ محمد أنا لا أتفق معك في المرتبات، لكن البند الأول والثاني اللي يتعلق بالتنمية وموضوع يتعلق بالتسييرية والإهدار المال العام هذا يجب أن يوقف. نطالب مصرف ليبيا المركزي ديوان المحاسبة أن تقف هذه، أن توقف هذه البنود. اثنين فيما يخص خلي مدام أنت مستعجل على الموضوع، فيما يخص موضوع أن القوة الثالثة أنا نطالب أهالي الجنوب ان هي تساهم في دعم القوة الثالثة لتأمين الجنوب فيما يخص بالذات مديرية الشرطة، عليهم الالتحاق وتأمين منطقتهم وتأمين الجنوب، لان جنوبنا مهدد من قبل دول خارجية بما فيها تشاد والنيجر. علينا التكاتف جميعا لحماية جنوبنا. شكرا. شكرا جزيلا فتحي من طرابلس. فقدنا الحقيقة لا اذكر من طبرق، نأسف اعتذر، عوض من طبرق. نعم فقدنا الاتصال معه، أنا أعتذر لك سيد عوض. الحقيقة أن الوقت داهمنا ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. مجمل موضوع أن أغلب سكان مدينة سبها يعني يقولون أو يعطون القوة الثالثة أو أداء القوة الثالثة نسبة جيد جدا حقيقة، لكن نأمل من الحكومة. يعني تحدثنا مع عميد البلدية، تحدثنا مع المتحدث باسم القوة الثالثة أن الجنوب مهمل، يعني لا ندري إن كان عمدا أو عن غير قصد، لكن المواطن في الجنوب يتألم ويتأدى نتيجة لهذا الإهمال من الحكومة أو المؤتمر. فالحقيقة نظرة إلى الجنوب وتصبحون على وطن.